علاش علاش مثلا هذ اللاعبين واللي رانا نشوفوا فيهم لعبوا في الميادين الى اخره، علاش ما علاش هذو ماش متواجدين في الميدان، علاش ما متواجدين في العارضات الفنيه للانديه؟ ياسين لو كان يكونوا في الميدان ما يكونوش لا واش عليه، لا 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 يكونوا في الميدان ويكونوا هنا. انا نظن بعض الانديه، بعض الانديه اللي يجيبوا بعض المدربين من الخارج ما عندهم ولا مستوى، ومن بعد بعد جوله او جولتين يروحوا معهم واسموا الفيفا. حنا نتمنوا انه هذو هما اللي يكونوا في ان شاء الله، هذا ما نتمناه.